أرحب بنيفين كليبو، هذه الفتاة الصاعدة التي تكتب الكلمات وتقرض الشعر. أهلا وسهلا بك نيفين. يعني أنا صراحة أول ما التقينا لفت انتباهي هذه الموهبة لديك في الكتابة. من أين لك هذه الموهبة أولا؟ يعني هي إنه هيك شيء رباني، فحبيت أكتب وقتها عن هاي الأغنية بما إنه كانت عنا فترة استحقاق. أول ما كتبت عن أغنية الدولة؟ كانت هي أول واحدة بكتب فيها، فالحمد لله نالت أعجاب كتير ونجحت. طب ليش أنت كنت غائبة عن هذا الموضوع؟ يعني ما ذكروا إنه نيفين كلمات نيفين، يعني بتحب تضلك دائما وراء الكواليس؟ لا مش قصة وراء الكواليس، كنت ملتية في الدراسة أول شيء، فهلأ تفرغت لهذا الإشي وإن شاء الله نال أعجاب كتير. طيب بعدها انطلقتي اكثر في الكتاب وصار عندك مثلا بعد ما شفتي انه حقق نجاح. انت كنت تكتبي قبل طبعا، كنت، ولكن هذه الكلمات التي ترجمت الى اغنيه وصارت اغنيه من اهم الاغاني الان في فلسطين، خاصه انها تزامنت مع اعلان الدوله، صار عندك نوع من الاندفاع الى الامام في الكتابه اكثر. شو عملتي بعدها؟ عملنا بعدها عن القدس، فكتبت كلمات عن القدس، حبيت اكتبها اعبر فيها عن انه الشعب المقدسي من حقه انه يتمسك في شعبه وما يهاجر. مطلعها بحكي يا قدس أنا ما بهاجر، من حدك أنا ما بسافر، رح تبقي جوا بقلبي ناطر عسوارك ناطر. يا قدس يا أرض الخير، أحجارك بتشعشع نور، ومروجك مليان زهور، وصخورك صبايا حور. ومهما بعدت عني رح تبقي قطعة مني، اسمك موجود بقلبي لترابك أنا عم غني. ما شاء الله ما شاء الله، كثير حلوة وتستحق القدس مثل هذه الكلمات. فحبيت أكتبها أعبر فيها أنه من حق المقدسيين يتمسكوا بأرضهم ما يهاجروا. صح صحيح. طب هاي الكلمات راح تترجم الأغنية إن شاء الله قريبا؟ إن شاء الله قريبا. حلو كثير. فيعني احنا نسوقك امام الجميع، ربما حتى اكثر من فنان يشوف الكلمات الجميله الجيده إن شاء الله. وربما تترجم لفنانين وياخذوا مثل بهذه الكلمات، خاصه وانك انت لسه في البدايه، وعلى الرغم من ذلك عندك قوه هائله جدا في هذا المجال. تجاوزت مدينه القدس العاصمه التي نحبها جميعا نعشقها، وانتقلت الى بلد اخر، بلد جميل الحبيب. جدا لا يكل اهميه، وهو أيضا يعاني الكثير، مدينة الخليل. مدينة الخليل في جنوب فلسطين، محافظة الخليل. أنا بهدي تحية من أهلنا في القدس لأهل الخليل، كل التحية لأهل الخليل الذين بحاجة أن نسلط الضوء عليهم. بمناسبة مهرجان العنب عندهم. أيوة. فكتبت أغنية هيك لهم، مطلعها بيحكي يا عنب يا عسل يا عنب الخليل. بدك تقرأيها من هون؟ إذا موجودة معك أخذيها، لأنه ممكن يكون في كلمات. خذيها معك خذيها معك، قرينا إياها، لأنه الخليل تشتهر بهذا الجانب بالعنب. عسل يا عنب الخليل، بتميل على كرمك بتميل، أصيل والله أصيل، بالنكهة ما في بديل. ما شاء الله. هي في كمان بس هذه تكفي لأنه المطلع. وبوجه تحية لمحافظ الخليل سيد كامل حميد، لأنه كامل حميد، نعم، كل التحية له، اتبنى الأغنية وصرح لنا أنه نحكي عنها لليوم. إذن يعني طبعاً كامل حميد محافظ الخليل، والأهل جميعاً هناك في مدينة الخليل لهم التحية منا، ونقول لهم مبروك على هذا المهرجان، مهرجان العنب الذي تشتهر به هذه المدينة، تشتهر بهذا المحصول العنب، وهو طبعاً من أهم المحاصيل في فلسطين، يجب التركيز عليه كثيراً. وها هي نيفين تهديكم هذه الأغنية الجميلة بهذه الكلمات، عنب الخليل. وكنا سمعنا أيضا أغاني عن عنب الخليل في الماضي. وبحب أهدي تحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. قبل أن نتحدث عن الأسرى ولهم الحق الكبير علينا، نريد أن نتحدث عنهم في الفقرة القادمة الآن، ونتحدث أكثر عنهم لأنهم بحاجة إلى ذلك، لكن نريد أن نسمع مقطع من أغنية الدولة التي كتبت أنت كلماتها. أعلنك يا دولتنا أعلنك، نريد أن نسمعها من المخرج بالأغنية نفسها، ثم نعود للمتابعة الحديث معك. إذن مع هذه الأغنية أعزائي المشاهدين. أعلناك يا دولتنا أعلناك، زيناك يا فلسطين زيناك، نور العز يا فلسطين أشعلناك، قائدنا الغالي عم يحمي حماك. أعلناك يا دولتنا أعلناك، زيناك يا فلسطين زيناك، يا باب العام
نبين أنا شايف أنك أنت بتقتنصي الفرص، يعني ما بتكتبي هيك، بتكتبي أنت بتحبي الكتاب ولكن تنتظري حدث مهم وبتكتبيه وبحب أعبر فيه. طب السرعة هاي كيف أنت الدولة بلش الحديث عن الدولة في فترة قصيرة وتوجه الرئيس للأمم المتحدة وطلب اعتراف بدولتنا. في هاي الفترة كان بابا عم بردد في كلمات للأغنية، فحكيت له يعني عندي كلمات تزيدها على كلماتك ونعمل فيها لهي الأغنية، فزبطت حب إن اللي أعجب بابا الكلمات وعمل. طيب عنب الخليل، أنت كنت بتعرف في مهرجان للخليل لعنب الخليل ولا بسرعة أجت على بالك؟ بابا بقول لي أنا في مهرجان لعنب الخليل، فقلت له ليش ما نكتب أغنية نفس ما صار مع استحقاق أيلول، فكتبتها وعرضها بابا على المحافظ هناك ونالت إعجابه. طيب شوفي، في فرصة، أنت مدام تقتنصي هاي الفرص، في فرصة مهمة جدا باعتقادي أنت بدأت الحديث عنها قبل كريم، وجهت تحية للأسرة. الآن أسران الأبطال في سجون الاحتلال بيخوضوا إضراب عن الطعام لليوم 11 على التوالي، وهذه طبعا بحاجة إلى أن ننحني جميعا إجلالا لهؤلاء الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هل من تفكير مثلا أنك تكتب شيء عن الأسرة؟ شيء أكيد، يعني لأنه إحنا قلبنا ومشاعرنا معهم، فإن شاء الله حب أكتب لهم. إن شاء الله القدام يعني في القريب العاجل رح يكون إشي للأسرانا في سجون الاحتلال، وأنا بهديهم تحية خاصة. إذن تحية من نبين كاتبة الكلمات للأغاني ومن أسرة برنامج صباح الخير القدس إلى كل أسرار الأبطال في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة الأماء الخاوية لليوم 11 على التوالي، كل التحية لهم. وأشكرك جزيل الشكر يا نبين، وإن شاء الله نلتقيك قريبا وأنت تكوني كاتبة إشي جديد وأغاني جديدة وندعمك إلى الأمام، وإن شاء الله بسمع كمان أنك أنت كتبتي أكثر وتطورتي وانطلقتي في هاي الحياة الفنية. أشكرك جزيل الشكر. إذن فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نتابع بقية صباح الخير يا قدس.